قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جافري إن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا، لكن الواقع تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف جافري أن بلاده ستواصل العمل لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، مشيرا إلى استمرار العمل مع الأطراف السورية للانخراط في عمليات السلام بجدية.